السلام عليكم. اليوم موضوعنا فورير سيريز. طبعا فورير سيريز من المتسلسلات المشهورة واللي لها تطبيقات واسعة في المجالات الهندسية، من هاي التطبيقات تقريب الدوال وممكن استخدامها لحل المعادلات التفاضلية البي دي ايز وغيرها. اليوم راح ناخذ فورير سيريز وكيفية كتابتها لدالة بيريوديك اللي هي دالة دورية. لو فرضا عندنا دالة FT اللي هي periodic function of a period 2P هسه نوضح شنو periodic function. شنو periodic function؟ على سبيل المثال وليكن هذا ال X axis اسمه T وال Y F sub T F sub T. لو فرضا عندنا دالة بهذه الصورة، هاي FT، هذه FT معرفة بدورة واحدة مقدارها 2P اللي هي period length. period length منها إلى هنا، منها إلى هنا، هذه دورة واحدة. هذه إذا لو كانت هذه الدالة دورية راح تتكرر جميع الاتجاهات بنفس الطور. على سبيل المثال هذا الصورة وتستمر، وأيضا من الجهة الأخرى نفس الطريقة، وأيضا بنفس الطريقة، وهكذا. هذه سحولها periodic function. مقدار الدورة مالتها 2P. يعني لو كانت هذا صفر وهذه 2π على سبيل المثال، فال2P تساوي 2π، يعني مقدار الدورة تساوي 2y، معناها نصف الدورة جد تساوي y. البي يعني البي نصف دورة. هذه دالة periodic function. اليوم راح نتعلم شلون نكتب Fourier series لدالة دورية. Fourier series صيغتها العامة FT. FT أي نوت على 2 زائد A1 cosine 1/T over P زائد A2 cosine 2/T over P زائد A3 cosine 3/T over P إلى أن نوصل للإنفينيتي اللي هو آخر حد AN cosine M/T over P. أيضا أكو مجموعة من الحدود بدلالة الساين اللي هي B1 sine 1/T over P زائد B2 sin 2/T over P زائد نستمر إلى أن نوصل للBN بالإنفينيتي اللي هو sin M/T over P. هذه نقدر نكتبها بصيغة عامة اللي هي FT تساوي A0 على 2 نفس هذا الحد هنا يجي، زائد راح نجمع الحدود اللي بيها كوساين بحد واحد اللي هو AN cosin M/T over P، والحدود اللي بيها sin بحد واحد منفصل ايضا ساين ام باي تي اوفر بي، وعندنا كونستانت هنا اي ان وهنا بي ان، سمويشن من واحد للانفينيتي هذه جنرال فورم اوف فورير سيريز. يعني اذا عندنا اي داله دوريه periodic function اللي هي اف تي نقدر نعبر عنها بدلالة الساين والكوساين، الساين والكوساين بهذه الصيغة. فإذا تجيكم دالة معرفة الدورة مالتها شقد اللي هي 2P، عندنا البي هنا، عندنا البي هنا، الأي نوت والأي إن والبي إن، ذني كوفيشنت يصيحولهن أويلر كوفيشنت. راح نتعلم بعد قليل
شلون نحسبهن. ال FT اللي هي periodic function of a period 2P، ال 2P اللي هي مقدار دورة كاملة، مقدار دورة كاملة اللي هي المسافة between two points with the same phase. With the same phase شنو يعني with the same phase؟ إذا نرجع لهذا مثالنا، قلنا هذه 2P، يعني المسافة بين هاي النقطة وهاي النقطة 2P، هذه راح تتكرر، راح تتكرر الدالة 2P أخرى و2P أخرى إلى آخره. إذا نأخذ المسافة على سبيل المثال بين هاي النقطة وهاي النقطة، هذه أيضا 2P، المسافة بين هاي النقطة وهاي النقطة هاي أيضا 2P، يعني المسافة بين أي نقطتين بطورين مختلفين متتاليين أيضا 2P، المسافة بين هاي النقطة من هنا إلى هنا أيضا 2P، مسافة بين هاي النقطة وهاي النقطة أيضا 2P، المسافة من هنا إلى هنا أيضا 2P وهكذا وهكذا. هذا مثال أيضا لدالة دورية اللي هي نفس اللي كتبناها بالمثال السابق. أيضا لو فرضا عندنا هذه دالة محور X اللي هو T الواي FT، ولو فرضا عندنا هاي الدالة هذه الFT، فمن تكون هذه الدالة دورية معناها راح تتكرر لنفس الدورة، فراح تكون هذه دورة أخرى، هذه دورة أخرى وهكذا. هاي 2P هنا 2P أيضا، فهذه الدورة الأولى، الدورة الثانية، الدورة الثالثة إلى آخره، لأن الدالة periodic. الدورة الواحدة اللينث مالتها period length equal to p، period length equal to p، period length equal to p. وأكو أيضا بهذا الاتجاه 2p إلى آخره إلى آخره. يعني لازم نعرف إيش قد 2p، إيش قد 2p اللي هي المسافة على ال x axis، مسافة على ال x axis. هسه راح نتعلم شلون نحسب الثوابت اللي هن اي نوت و اي ان و بي ان اللي هن اويلر كوفيشنت. اويلر كوفيشنت قبل ما نبدي بمعرفة الثوابت، اكو مجموعة من التكاملات نريد نمر عليهن. عندنا تكامل الكوساين، تكامل الكوساين لدورة كاملة، تكامل الكوساين لدورة كاملة من الدي الى d plus 2p، يعني من كونستانت على سبيل المثال t يساوي 0، من d يساوي 0 الى d يساوي 0 زائد 2p للدوره كامله يساوي 0 دائما، يساوي 0 دائما. هسه اذا تجربون هذا تكاملوه وتعوضون الحد الاعلى d plus 2p والحد الادنى d، طبعا ال d كونستانت راح يطلع 0. ايضا تكامل الساين يساوي 0، تكامل الساين يساوي 0. هذا شنو معناه؟ الساين طبعا دالة معروفة، هذه الساين اذا نكاملها، اذا نريد نكامل الساين، التكامل معناه جمع، معناه جمع مساحة، فراح نستنتج انه هذه المساحة تساوي هذه المساحة، وبالتالي هذه بالموجب وهذه بالماينس راح يطلع التكامل يساوي صفر. الكوساين نفس الحالة، تكامل كوساين في ساين لزوايا مختلفة،
الزوايا إذا تلاحظون هنا n عندنا وهنا m. تكامل كوساين، في كوساين لزوايا مختلفة لدورة كاملة، لدورة كاملة راح يطلع يساوي صفر. تكامل ساين، في ساين لزوايا مختلفة، هاي مهمة، لدورة كاملة من دي إلى دي بلس 2p. طبعا الدي معناها كونستانت، اي كونستانت الى دي بلس 2 بي تعطينا دوره كامله لزوايا مختلفه يساوي صفر. ايضا تكامل الكوساين، في الساين لزوايا مختلفه لدوره كامله يساوي صفر. تكامل الكوساين تربيع، تكامل الكوساين تربيع لدوره كامله، لدوره كامله يساوي بي، هذا ثابت يساوي بي، يساوي نصف دوره. ايضا تكامل الساين تربيع لدوره كامله يساوي بي، طبعا هذا تقدرون تحسبوه تستنتجون هذا التكامل يساوي بي. تعرفون شلون تكاملون الكوساين تربيع، تحولوه بدلاله ضعف الزاويه وتجرون هذا التكامل، النتيجه راح تطلع تساوي بي، تساوي بي، تساوي بي. هسه راح نرجع لهدفنا الرئيسي اللي هو حساب الأويلر كوفيشنت. الأويلر كوفيشنت يعني تجيكم دالة يقول لك اكتب فورير سيريز الدالة معينة، خلينا نقول اف تي يساوي اكسبوننشال تي. فانتوا بالبداية حافظين هذه الاف تي اللي هي الفورير سيريز، البي تعطى تجي ويا السؤال البي، لان لازم نعرف هذه الدالة هي لدورة واحدة كاملة، نجي نعوضها هنا. يبقى ايش نحتاج؟ نحتاج الاي نوت والاي ان والبي ان اللي هن اويلر كوفيشنت، ذن كل واحد له فتصيغه رياضيه نقدر نحسبه من عندها، نقدر نحسبه من عندها. هسه راح نشتقهن الاويلر كوفيشنت. راح نبدي بالاي نوت، راح نبدي بالاي نوت. شلون نشتق الاي نوت؟ الاي نوت راح نكامل فورير سيريز من دي الى دي بلس 2 بي للطرفين، يعني نكامل الطرف الايمن ونكامل الطرف الأيسر لدورة كاملة. هذا الطرف الأيسر من دي إلى دي بلس 2 بي، الطرف الأيمن هذا أول حد كاملة من دي إلى دي بلس 2 بي دي تي. هذا الأي ان طبعا نفتحهم بهن أي 1 كوساين 1 باي تي أوفر بي زائد أي 2 كوساين 2 باي تي أوفر بي إلى أن نوصل الآخر حد اللي هو اي ان كوساين ام باي تي اوفر بي ونكاملهن. هذا الاي 1 تكامل من دي كوساين 1 باي تي اوفر بي دي تي، والاي 2 الى ان نوصل للاي ان، الى ان نوصل للاي ان. وراها نفتح هذا الحد ايضا نفس الطريقه ونكامله من دي الى دي بلس 2 بي. هذا البي 1، هذا البي 2، طبعا البي كونستانت طلع برا كلهن ثوابت. البي ان هذا اخر حد، اخر حد مثل ما تعلمنا بالتكاملات السابقة، مثل ما تعلمنا بالتكاملات السابقة، تكامل الكوساين لدورة كاملة يساوي صفر. اذا هذا الحد يساوي صفر، هذا الحد صفر، هذا الحد صفر. ايضا تكامل الساين لدورة كاملة يساوي صفر، هذا الحد يساوي صفر، هذا الحد يساوي صفر. اللي متبقي من المعادلة فقط هذا الحد اللي بي اي نوت، اللي بي اي نوت، هذا المتبقي من دالة تكامل الاف تي. تكامل الاف تي صارت هنا تساوي، نزلنا هذا هنا اي نوت على 2 تي، التكامل من دي الى دي بلس 2 بي، من دي الى دي. نيجي نكامل هذا الطرف الايمن، الاي نوت على 2 كونستانت مضروبة في تي من دي الى دي بلس 2 بي. نعوض الحد الأدنى، الحد الأعلى، فأي نوت على 2 دي بلس 2 بي ماينس دي، دي بلس 2 بي ماينس بي. نختصر فيبقى الطرف الأيمن فقط أي نوت بي. إذن الأي نوت شي يساوي هذا الطرف على بي، إذن الأي نوت، إذن الأي نوت يساوي 1 على بي، تكامل من دي الى دي بلس 2 بي اف تي دي تي، اف تي دي تي.
يعني فقط ناخذ الدالة نكاملها للدورة كاملة ونقسمها على البي نستخرج اي نوت، نستخرج اي نوت. هسه حسبنا الاي نوت. الان نحسب الاي ان، الاي ان هذه هي فوريير سيريز. حسبنا الاي نوت، طلعت له صيغة رياضية نقدر نحسبها من عندها. الان نحسب الاي ان، الاي ان، الاي ان شلون يتم حسابه؟ شلون يتم حسابه؟ راح نضرب المعادلة الطرفين، الطرفين راح نضرب كوساين ان باي تي على بي، راح نضرب كوساين ان باي تي على بي وكوساين ان باي على تي الطرف الايمن، ونكامل من دي الى دي بلس 2 بي، ونكامل من دي الى دي بلس 2 بي. فهذا الطرف الايسر ضربناه بكوساين ان باي تي اوفر بي، طبعا تنتبهون ان هنا، وكاملنا من دي الى دي بلس 2 بي لدورة كاملة، يعني يساوي الطرف الايمن اللي بي اي نوت، اللي بي اي نوت ضربناه بكوساين ام باي تي اوفر بي وكاملناه من دي الى دي بلس 2 بي. الحدود اللي اخرى اللي بيها كوساين، اذا قلنا اي واحد كوساين واحد باي تي اوفر بي ضربناه بكوساين ام باي تي اوفر بي وكاملناه لدورة كاملة. والحد اللي بيه رقم 2 نفس الشيء ضربناه بكوساين ام باي تي اوفر بي الى ان نوصل للاي ان، من دي الى دي بلس 2 بي ضربناه بكوساين ام باي تي وهو كوساين ام باي تي اوفر بي، فصار كوساين تربيع ام باي تي اوفر بي. ايضا نفس الحاله للحدود اللي بيها ساين ام باي تي اوفر بي، فهم راح نضربها بكوساين ام باي تي اوفر بي، فآخر حد راح يصير كوساين ام باي تي اوفر بي في ساين ام باي تي اوفر بي، في ساين ام باي تي اللي هو الحد اللي بي بي ان، بي ان. مثل ما تكلمنا سابقا تكامل الكوساين لدورة كاملة يساوي صفر، ايضا تكامل الكوساين في الكوساين لزوايا مختلفة، إذا تلاحظون هنا عندنا واحد هنا عندنا n، لزوايا مختلفة يساوي صفر. آخر حد تكامل كوساين n تربيع لدورة كاملة هذا قلنا يساوي p، يساوي p. الحدود اللي بيها b كأويلر كوفيشنت أيضا نفس الحالة، هذا صفر يبقى عندنا بس حد، هذا صفر، هذا صفر. تكامل كوساين في ساين، تكامل كوساين في ساين يساوي صفر. إذن المتبقي من الحدود، المتبقي من الحدود فقط هذا الحد، فقط هذا الحد اللي هو ANP، ANP هذا الطرف الأيسر اللي هو هنا نزل تكامل كوساين ام باي تي اوفر بي اف تي في دي تي، طبعا كاملنا تساوي ANP، ANP. إذن ال AN يساوي واحد على بي تكامل من دي الى دي بلس 2 بي كوساين ام باي تي اوفر بي، نضربه في ال اف تي الدالة اللي يريد نكتب لها الفورير سيريز دي تي ونكامل، دي تي ونكامل. بهاي الطريقة نحسب الاي ان، بهذا الطريقة نحسب الاي ان. البي ان نفس الحالة لكن راح نضرب طرفي المعادلة بساين، طرفي المعادلة بساين، يعني قصدي طرفي فورير سيريز راح نضربها بساين ونكامل لدورة كاملة من دي الى دي بلس 2 بي، فكل الحدود الصفر ما عدا هذا الحد راح يطلع يساوي بي، راح يطلع يساوي بي. بنفس الطريقة راح يطلع عندنا البي ام يساوي واحد على بي تكامل من دي الى دي بلس 2 بي ساين ام باي تي اوفر بي اف تي دي تي، اف تي
دي تي. ما معناه الاي ان راح الاي ان يطلع بدلالة الساين، والبي ان راح يطلع بدلالة اي ان راح يطلع بدلالة الكوساين، والبي ان راح يطلع بدلالة الساين، والبي ان راح يطلع بدلالة الساين. بعد ما عرفنا الحدود اللي هن الاي ان الاي نوت والاي ان والبي ان، نقدر نكتب فوريير سيريز للدالة المطلوبة. نقدر نكتب فوريير سيريز للدالة المطلوبة. قبل ما نبدي بأمثلة نريد ناخذ نظرية اسمها ثيوريم اوف ديريتشلي. ثيوريم اوف ديريتشلي اللي هي ديريتشلي ثيوريم. ديريتشلي ثيوريم لو فرضا عندنا دالة بيريوديك بهاي الصورة، لو فرضا عندنا دالة بيريوديك بهذه الصورة معرفة لدورة كاملة بثلاثة أجزاء، خلينا نقول هذا أول جزء، هذا ثاني جزء، هذا ثالث جزء، هذا ثالث جزء، بحيث هنا هذه الدالة F1T وهنا قيمتها F2T وهنا قيمتها F3T. هاي معرفة لدورة كاملة بهذا الصيغة بين الـ D وبين الـ D plus 2P، بين الـ D plus 2P. طبعا بما أنه هذه الدالة periodic between D and D plus 2P معناها تتكرر بالاتجاهين، خلي تكون بهذه الصورة. هذا الاتجاه وأيضا من الجهة الأخرى راح تكون تقريبا بهذه الصورة. فهذه دورة كاملة اللي هي 2P وهذه 2P وتستمر أيضا بهذا الاتجاه 2P ومن هاي الجهة أيضا 2P 2P. إذا تلاحظون هذه الدالة غير مستمرة بالنقاط D و R و D plus 2P و D plus 2P، الدالة تكون غير مستمرة، نصير بها قفزة تبدي دورة ثانية. هنا نصير قفزة تبدي هذه الدورة، من توصل من تنتهي الأف 1T راح تتغير الدالة فصير بها discontinuity، تنزل لي جوا تبدل F2 تفعدنا هنا discontinuous state وهنا discontinuous وهنا discontinuous. Dirichlet theorem شو تقول؟ تقول فور، طبعا هذه دالة الاكزاكت يعني الحقيقية، اريد نكتب لها فورير سيريز، اريد نكتب لها فورير سيريز. فديريتشلي ثيورم شو تقول؟ من نكتب فورير سيريز لهذه الدالة راح تقترب لجميع النقاط اللي بيها الدالة كونتينيوس، وتقترب المعدل المعدل الدالة عندما الدالة تكون ديس كونتينيوس. يعني شنو؟ يعني بدي على سبيل المثال الدالة discontinuous غير مستمرة، فإذا أريد نكتب فورير سيريز راح الدالة الفورير سيريز راح تكون تقريبا بهذه الصورة، راح تمر بهاي النقطة، راح تمر بهذه النقطة اللي هي معدل الدالة بالجهة اليسرى بين الجهة اليسرى والجهة اليمنى، فهنا صفر وهنا الدالة قيمتها، فمنتصف المسافة اللي هي تقريبا هنا بهاي المنطقة معدل المسافة، هنا عندنا هنا قيمتها الدالة وهنا هذه قيمتها، فمعدلها هنا راح يكون هذه الدالة هنا بالنقطة D plus 2P أيضا راح تقترب المعدل المسافة، راح تكون فوريير سيريز بهذه الصورة. تدخل هنا وتبدي دورة جديدة أيضا. فإذا تلاحظون
الكيرف البلاك هذا هو فورير سيريز، والريد وان اللي هو الدالة اف تي اللي يريد نكتب لها فورير سيريز. فبهذه النقاط اللي هنا أنا الدالة تمر وين؟ تمر بمعدل قيمتها بالنقطة discontinuous، والدور تقترب من الدالة نفسها وبعدين ترجع معدل قيمتها لأن discontinuous، تقترب من الدالة تمشي ويا الدالة توصل للنقطة اللي بيها discontinuity فتقترب لوين؟ للمعدل، وهكذا. هذه يصحولها دريتشلي ثيورم، دريتشلي ثيورم. فهسه اذا نريد نكتب الاويلر كوفيشنت لهذه الدالة، اذا نكتب الاويلر كوفيشنت لهذه الدالة راح تكون بهذه الصورة. بما انه متكونة من ثلاث اجزاء راح نجزئ الاي نوت والاي ان والبي ان. الاي نوت اللي هو قانون واحد على بي التكامل من دي الى دي بلس 2 بي، هذا الاي نوت واحد على بي التكامل من دي الى دي بلس 2 بي اف تي دي تي. هذه الاف تي حاليا متكونه من ثلاثه اجزاء، لذلك راح نجزئ التكامل حسب الاف تي، حسب الرينج مال الاف تي. فاول رينج من دي الى ار، والرينج الثاني من ار الى اس، والرينج الثالث من اس الى دي بلس 2 بي. فالاي نوت راح يكون بهذه الصوره، الاي نوت واحد على بي كونستانت من دي الى ار للاف 1 تي اللي هو الفيرست بارت، ورا من الار للاس اف تي 2 دي تي زائد الثيرد بارت. للاي ان نفس الحاله، نفس الحاله بالضبط، راح يكون مضروب بكوساين ام باي تي اوفر بي. البي ان ايضا نفس الحاله، نجزئ لثلاثه اجزاء، هذا الجزء الثالث، ثلاثة أجزاء، هذا الجزء الأول، هذا الجزء الثاني، هذا الجزء الثالث، الاختلاف بيناتين الدالة والرينج، والرينج. هذا أول رينج للـ FT1 اللي هو للـ F1T. الرينج الثاني من R للـ S اللي هو أذن الحدود، أذن الحدود. وهذا الرينج الثالث اللي هو من الـ S للدي بلس 2 بي للاف 3 تي اللي هو هذا، اللي هو هذا، اللي هو هذا. هسه راح اراويكم مثال توضيحي شلون فورير سيريز تقترب للداله، شلون فورير سيريز تقترب للداله. لو فرضا عندنا فورير سيريز معرفه بهذه الصوره، العفو فالدالة fx، طبعا احنا دا نستخدم t ft مو الا t ft كيفكم. هسه بهذا المثال x fx، x fx عندنا دالة معرفة ضمن هذا الرينج من الماينس واحد للواحد، بحيث من الماينس واحد للصفر قيمتها ماينس واحد، وراح تصير بها قفزة من الصفر للواحد تصير واحد، تصير واحد. هذه دالة انطلب من عندنا نكتب لها فورير سيريز، نطلب من عندنا نكتب لها فورير سيريز. طبعا راح نجي ناخذ بالمحاضرة الثانية شلون نكتب فورير سيريز. هسه لو فرضا حلينا هذا المثال طلعت فورير سيريز بهذه الصورة، طلعت فورير سيريز بهذه الصورة اللي هي 4 على باي سميشن جي اللي هي تقابل ان عندنا من الان فردي للانفينيتي 1 على J اللي هو N ساين M باي X، ساين M باي X أو J باي X. هنا ال X هنا يعوض عن ال T بالأمثلة السابقة اللي تكلمنا عنها، وال J كأنما N بالأمثلة السابقة. لو فرضا هذه فورير سيريز، لو فرضا هذه فورير سيريز كان الحل مال هذا السؤال اللي هو هاي الدالة الأصلية. هسه راح هذا هو نفس المثال. اذا تلاحظون هنا اكو سميشن، هنا اكو سميشن، هنا انا نمبر اوف كوفيشنتس يعني كانما كم كوفيشنت مستخدمين. فهذا اذا نريد نفتحه راح نعوض
جي يساوي واحد فراح يكون هنا واحد وهنا واحد يصير حد زائد. مني جي اثنين يصير هنا اثنين وهنا اثنين زائد. الجي ثلاثة هنا اثنين هنا الجي أربعة إلى أن نوصل للإنفينيتي. هسه إذا استخدمنا فقط حد واحد، حد واحد اللي هو عندما جي يساوي واحد number or coefficient واحد نكتب لها فورير سيريز راح تطلع فورير سيريز بهذه الصورة، هذا الكيرف الأحمر. إذا تلاحظون كلش بعيد، كلش بعيد عن الدالة وبمقدار ارر يساوي واحد، مقدار الارر يساوي واحد بهذه الحالة، مقدار الارر. إذا تلاحظون بالنقاط اللي بيها discontinuity تقترب المعدل الدالة، هنا أنا بالdiscontinuity راح تقترب المعدل الدالة، هنا أنا قيمتها واحد الدالة، وبهاي النقطة بالاكس يساوي صفر قيمتها من الجهة اليسرى ناقص واحد ومن الجهة اليمنى واحد، فمعدلها راح يكون صفر، فدائما راح تكون بهذه النقطة، تمر الفورير سيريز بهذه النقطة، ومن هذا الطرف ايضا راح دائما تمر بهذه النقطة، ومن هذا الطرف راح تمر بهذه النقطة. ليش؟ لان هي هاي اصلا الدالة دورية، يعني هذه الدالة اذا نريد نكملها راح ترجع مرة ثانية وهكذا، راح ترجع مرة ثانية وهكذا ايضا من هنا وهكذا، فهذا معدل الدالة بهاي النقطة وهذا معدل الدالة بهذه النقطة. فهسه مثل ما قلنا اذا استخدمنا حد واحد، حد واحد راح تشوفون شلون فورير سيريز اللي هي بعيدة عن الدالة. اذا استخدمنا حدين، يعني اخذنا من السميشن فقط حدين، راح تكون بهذه الصورة. تلاحظون شلون تغيرت، بدأت تقترب للدالة، صار تمثيلها أفضل من السابق، بس بقت بهذه النقطة تمر بالصفر، وبهذه النقطة أيضا تمر بالصفر، وبهذه النقطة تمر بالصفر. ليش؟ لأن هنا عندنا discontinuity، هنا أنا بهاي المنطقة بهاي المنطقة وبهاي المنطقة. هسه إذا استخدمنا بعد ضفنا حدود أكثر، صارن خمسة راح تقترب أكثر، صارن سبع حدود. لاحظوا الكيرف الأحمر الريد كيرف شلون يتغير، كل ما نزود كل ما تقترب الدالة، كل ما تقترب، لكن تبقى بالنقاط الديسكونتينيوتي اللي بيها ديسكونتينيوس، اللي هي ديسكونتينيوس دائما تمر بالصفر. ذا تلاحظون شلون يستمر، كل ما نزود عدد الحدود اللي نستخدمها كل ما الكيرف الأحمر يتطابق ويا الأزرق إلى أن نوصل للإنفينيتي، يطابقه تقريبا 100% مع عدد أن النقاط تمر بهن دائما بالصفر، دائما عندما الـ fx تساوي صفر. لاحظوا مقدار التغير شلون يصير، ومقدار الأرر شلون ديقل، ديقل. كل ما نستخدم من السميشن حدود أكثر كل ما فورير سيريز تقترب للدالة الأصلية وهكذا، تقترب للدالة الأصلية وهكذا. ناخذ مثال ثاني اللي هو قد خلي يكون بهاي الصورة. إذا عندنا fx دالة دورية معرفة بين الصفر والستة بهذه الصورة، هاي الـ fx تساوي واحد على اثنين باي ناقص اكس، باي بين الصفر والتو باي، طبعا هنا أنا بالدقري، هنا أنا الرينج، هنا أنا بالدقري وهنا أنا بالراديان، وهنا أنا بالراديان يعني نفسها، يعني الصفر قابل واكثر من الستة بشوية تقابل تو باي، تقابل تو باي، لان هي الباي قد ثلاثة واربعتاش في اثنين تطلع ستة وشوية اللي هي هاي هنا أنا. اللي هي هنا، فهذه دالة periodic نريد نكتب لها فورير سيريز. قلنا periodic ليش periodic؟ هسه معرفة ايش قد ال بي؟ ال 2 بي تساوي ايش قد؟ معطينا اياها من صفر الى 2 باي. اذا ال بي تساوي ايش قد؟ باي. بالمثال اللي قبله، بالمثال اللي قبله 2p شو تساوي؟ اللي هو الرينج كله من هنا
واحد وواحد يساوي اثنين. إذن البي تساوي واحد. البي تساوي واحد. طبعاً نسيت أن أذكر أنه البي دائماً positive number. دائماً positive number. دائماً يعني نأخذ الأبسوليوت. دائماً نأخذ الرينج. الرينج منا إلى هنا نجد قيمته اثنين. منا عندنا ناقص واحد للصفر يعني معناه واحد، ومنا واحد اثنين. وهاي الحالة نفس الشيء. هسه شلون نكتب لها فورير سيريز؟ شلون نكتب لها فورير؟ إذا فرضنا كتبنا فورير سيريز راح ناخذها بالمحاضرة تجي، طلعت بهذه الصورة. طلعت بهذه الصورة. سميشن خلينا نقول من ان للانفينيتي واحد على ان ساين ان اكس، ساين ان اكس. فإذا استخدمنا حد واحد، فإذا استخدمنا حد واحد راح فورير سيريز تكون بهذه الصورة. إذا تلاحظون كلش بعيدة، وأيضا بالنقاط اللي بيها discontinuity راح تقترب للمعدل اللي هو صفر. هنا يطلع هنا عندنا discontinuity وهنا discontinuity. ليش هنا صفر؟ لأن هذه الدالة راح تتكرر. نفس الشيء ومن الجهة الأخرى أيضا نفس الشيء. فإذا تلاحظون عندنا بهذا المكان discontinuity. discontinuity إيش قد معدل الدالة بهذا المكان؟ منا واحد، منا واحد ونص، ومنا تقريبا ماينص واحد ونص، راح يطلع صفر. راح وهنا هم نفس الشيء. فإذا استكتبنا فورير سيريز بواسطة حد واحد، يعني السميشن فتحناه استخدمنا عندما جي يساوي واحد فقط، راح تصير بهذه الصورة. إذا نضيف بالاثنين هنا أنا ماكو الاثنين راح يطلع صفر. نستخدم بالثالث، استخدمنا حدين هنا أنا، فشلون راح تقترب الدالة؟ بس تبقى بهاي النقاط صفر، وكل ما نزود راح تقترب الدالة، تقترب إلى أن بالإنفينيتي الكيرف الأحمر يتطابق تقريبا ويا الأزرق ما عدا النقاط اللي بيها discontinuity هنا أنا، تبقى تساوي المعدل الدالة بين الطرف الأيمن والأيسر هنا أنا وهنا أنا، تبقى دائما صفر. أيضا مثال آخر، لو فرضا عندنا هذا المثال، هذه FT معرفة لدورة واحدة بهذه الصورة. بحيث بين الصفر وبين النص قيمتها واحد، وبين النص وبين الواحد قيمتها ناقص واحد، قيمتها ناقص واحد. تجي تتكرر من الجهتين طبعا نفس الشيء بالاتجاهين وهكذا، من الطرف الأيسر بهذه الصورة وهكذا. هنا أنا 2P إيش قد؟ 2P تساوي واحد. إذن البي تساوي نص. البي تساوي نص بهذا المثال. البي تساوي نص ليش؟ لأن الدالة معرفة بين الصفر والواحد، الرينج الكامل بين الصفر والواحد. الأبسوليوت مالته واحد، 2P تساوي واحد، إذن البي تساوي هاف. البي تساوي هاف. هسه هاي لو فرضا كتبنا لها فورير سيريز، طلعت هذه فورير سيريز. طلعت هذه فورير سيريز. لأن من واحد للإنفينيتي أربعة على ام باي ساين اثنين ان باي اكس، ساين اثنين ام باي اكس. إذا تلاحظون هنا الكيرف الأزرق اللي هو الدالة، هذا طبعا مرسوم الرينج أكثر. هذه دورة ونص، دورة ونص. هنا بالمثال فقط دورة واحدة، هذه دورة ونص. نفس الشيء من الصفر للواحد، كأنما هذه هي نفسها هاي، وخذنا وياها نصف دورة منها، نصف دورة منها. فإذا نكتب فورير سيريز باستخدام حل واحد راح يصير بهذه الصورة.
إذا تلاحظون بالنقاط اللي بيها discontinuity تقترب المعدل المسافة، تقترب بعدين من الدالة وترجع المعدل المسافة هنا لأن discontinuity، ترجع تقترب ويا الدالة ترجع للمعدل وهكذا. إذا نستخدم 3 حدود راح تصير بهذه الصورة، أكثر 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 راح تصير هنا باستخدام، تشوف الأرر دا يقل دائما. فهنا تبدي من الصفر تقترب من الدالة الأصلية ترجع للصفر لأن discontinuity، تقترب من الدالة الأصلية ترجع للصفر discontinuity وهكذا. فكل ما نستمر إذا تلاحظون تقترب من الدالة أكثر، إذا تلاحظون تقترب من الدالة أكثر. هذا نصيح له فورير سيريز. فورير سيريز بالمحاضرة تيجي راح ناخذ أمثلة محلولة شلون نكتب فورير سيريز لدوال مختلفة، شلون نكتب فورير سيريز لدوال مختلفة. شكرا.